خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع آخر. وجامعة أسيوط أنشأت وحدة لتصنيع منتجات ومشتقات اللحوم بأنواعها المختلفة. الفكرة تعتبر سابقة طبعا، هي الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية. خلينا في تفاصيل أكتر من الدكتورة مديحة درويش، عميد كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيكي معنا في صباح الخير يا مصر. أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. في البدايه حابين نعرف منك يعني ايه الاعمال اللي هتتم من خلال هذه الوحده، ايه المستهدف من تشغيل هذه الوحده؟ حضرتك، هي وحده تابعه لمركز جوده وتدريب الطلاب اللي موجوده في المستشفى البيطري، اللي هي تابعه لكليه الطب البيطري بجامعه اسيوط. الفكره الاول ان احنا انشانا من 2019 مركز جوده وتدريب الطلاب على جوده اللحوم، ودي كنا بندرب الطلاب وبنيجي دورات لخريج الطب البيطري للتعرف على جوده اللحوم ومدى استخدامها الامن للاستخدام الادمي. بعد كده فكرنا في انشاء وحده ان احنا نجيب اللحوم المجمده وننتج منها منتجات اللحوم، بتبقى تحت اشراف بيطري خاص بالاساتذه المتخصصين بقسم الرقابه الصحيه. وفعلا انشانا وحده في المستشفى البيطري التابع للكليه اللي تابع لجامعه اسيوط بتكلفه حوالي 5 مليون جنيه. ودي وحده بتنقسم لثلاث اقسام. القسم الاول خاص بغرف التخزين، في ثلاجات بنستقبل فيها، بنشتري فيها اللحوم والدواجن لان نخزنها بطريقه امنه، وبنحللها لمدى استخدامها وجودتها في الانتاج اللي احنا عايزين ننتجه. بعد كده القسم الثاني بجميع، اشترينا الاجهزه الخاصه بجميع المنتجات من منشار كهربائي ومفارم والاجهزه اللازمه لتصنيع جميع المنتجات، وكمان القسم ده بيحتوي على فرن كهربائي كبير في حجرة خاصة بيه لإنتاج اللانشون. الوحدة دي بتنتج مثلا منتجات مختلفة زي اللانشون البقري واللانشون الفراخ والسجق والهوت دوج والكفتة وجميع المنتجات تقريبا بتصل لعشرة، وبها أيضا أجهزة تغليف. وبعدين الجزء الثالث في الثلاجات التخزين، علشان بعد كده بتباع في المنافذ، وعملنا منافذ خاصة بال المستشفى البيطري موجودة في الكلية. وطبعا أنا عندي الأجهزة دي ممكن تنتج 1000 كيلو في اليوم. يعني أنا عايزة أحاول أن أنا أكفي المجتمع الجامعي اللي عندي، وفي خطة للتطوير لأن أنا عندي مكان يسمح بالتوسع والتطوير، وعندي عشان في المستقبل القريب بإذن الله يعني أن أنا ممكن أكفي وجه الصعيد كله، لأن دي أول وحدة موجودة في وجه الصعيد. والحاجه الكويسه اللي فيها ان بتبقى تحت اشراف بيطري كامل، حتى الاضافات اللي فيها بتبقى مضمونه يعني. ولقينا ابتدينا نلاقي اقبال. ليه؟ لان الناس عايزه حاجه في اسعارها في متناول الجميع وتكون مضمونه وامنه طبعا، اشراف بيطري ومطابق وفكره الثقه في القائمين على هذه الوحده تحديدا، ده امر في غايه الاهميه، وهو اللي بيدي يعني طمانينه للمواطن. لكن حضرتك تحدثتي عن خطه، الخطه دي دلوقتي عاوزه تكفي حضرتك الاول المجتمع الجامعي ومن ثم تتوسع عشان تكفي الصعيد ككل. لكن عاوز اسال حضرتك على كيفيه بقى اشراك الطلبه في مثل هذه الوحده الخاصه بمشتقات اللحوم المتواجده داخل الجامعه، هل ليهم دور كطلبه حتى لو بنتكلم على دور تدريبي؟ الطلبة أولا زي ما قلت لحضرتك، أولا الوحدة دي تابعة لمركز اسمه مركز جودة وتدريب اللحوم. بمعنى أن الطلبة في المرحلة النهائية من الدراسة بيتدربوا بياخدوا دورات إزاي يتعرفوا على جودة اللحوم، لأن عشان سوق العمل لو اشتغلوا في أي مكان مش أي لحمة قدامهم بتبقى مثلا بيستخدموها، لا في يعني دورات معينة وتدريبات معينة. صحيح. من خلالها الطلاب بيتعرفوا على جودة اللحوم ومدى استخدامها الآمن. بعد كده بينتقلوا للوحدة وبيشوفوا المراحل المختلفة للتصنيع مختلف المنتجات، فبيبقى قدام الطالب الخطوات الحية عشان ما بيتخرج من الكلية ما يبقاش قدامه حاجة كده مبهمة، لا بيبقى عارف ايه هي المعايير اللي ممكن يستخدمها، الإضافات المضبوطة اللي ممكن يستخدمها. يعني أنا عندي الطالب بيبقى خطوتين، بيتدرب على مدى التعرف على جودة اللحوم والخطوات اللي بيصنع بيها منتجات اللحوم. هاي يا فندم، طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط.